Oletko sä ollut koskaan pakettiauton kyydissä? أن الكلمات المنطوقة بصوت مرتفع يتم حفظها في ذاكرة الطفل. أعد تكرار الكلمات عدة مرات لتساعد الطفل على أن يتذكر ما رأيتموه سويا. أين كنتم وماذا فعلتم؟ لا تتوقع أن يتفاعل معك الطفل، ولكن قم أنت بإنشاء نموذج للكلام بطريقتك الخاصة. امنح الطفل الفرصة لاستخدام الكلمات التي يعرفها، واجعله يشارك معك في الحديث. حاول أن تفهم ما يقوله الطفل، لأن المجهود المبذول في المحادثة يزيد رغبة الطفل في التفاعل أكثر.